مع تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا الآونة الأخيرة، تفقد المسؤول الأول عن قطاع الصحة وضعية بعض مستشفيات العاصمة واحتياجات الفرق الطبية الصاهرة على علاج المصابين والعينة من مستشفى القطار بالعاصمة. صح، شفنا من شهر أكتوبر لهنا صراو بزاف أمور وصراو بزاف تلاعبات. أنا شخصيا ضريت. إحنا معليش، إحنا جينا اليوم جينا باش نشجعوكم، جينا باش نسمعوا لكم، جينا باش نشوفوكم، جينا باش حنا ثاني ندو معلومات. قريب نجيبوا تيست واحد اخر، تيست انتيجينيك، لكن هذو لي تيست انتيجينيك ارخص ونقدروا نعملوهم في اي مكان، والسرعه نتاع التحاليل نتاع لو ريزلتا النتيجه في 30 دقيقه. الزيارة كانت فرصة لاعتراف بنبوزيد بوضعية المستشفيات التي تشهد اكتظاظا كبيرا لا سيما في الوقت الراهن. في اكتظاظ في بعض المستشفيات وفي أسرة موجودة في مستشفيات أخرى، رانا نحاول احنا ننسق بيناتنا باش المستشفيات اللي فيها اكتظاظ المريض كي يجي يحولوه المستشفى كيما هنا القطار اللي فيه عدد من الأسرة اللي تقدر تستقبله. هذا وأكدت رئيسة مصلحة الكوفيد أن المستشفى يشهد ضغطا كبيرا الآونة الأخيرة. قبل منذ 25 أكتوبر لاحظنا باللي كاين توافد أكثر من مرضى الكوفيد في الاستعجالات بمناسبة الإصابة بالكوفيد 19. ما بين هذه الحالات كانت بزاف حالات حرجة اللي لازم لها عناية مركزة. فطنة المواطن والتزامه بالإجراءات الوقائية يعتبر الحل الأمثل لكبح جماح هذا الوباء الذي استفحل بشكل رهيب.